العصيمي، كرة تعبت داخل منطقة الجزاء طريقة مباغتة، كتجي كرة بهذا الأسلوب وبالتالي هدف من عبد المالكي. أنور عبد المالكي اللي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك بشكل مباغت. شاهدوا الزاوية تعبت داخل منطقة الجزاء، الوقت اللي كان كيتوقع الجميع أنها غتقادر ركعة الملعب، ولكن جات من أنور عبد المالكي معلنة على الهدف الأول في اللقاء. 1-0 1-0 ابن حسين يلعب واقعية، كرة ممتازة أمامية، فرصة محاولة داخل منطقة الجزاء، سويبادا، هدف للجيش الملكي، هدف الدقيقة يمكن نقول الخامسة يعني والثمانين، يعني جاب واحد طريقة مباغتة يعني دخول داخل منطقة الجزاء، يعني السفياني بوشعيب السفياني، يعني شادو كيفاش انه جاء الهدف الماضي اللي حرر مجموعه من لاعبي فريق الجيش الملكي. لا حمزه خابه هذاك 27 غتابعونا، هذا بوشعيب، هنا التصويبه بالفعل بوشعيب السفياني هو اللاعب اللي تمكن من وضع الكره في الشباك لتحقيق هدف التعادل 1-1. اذا تعادل لحد الساعه في هذه اللحظات، بوشعيب السفياني يعيد عناصر فريق الجيش الملكي لهذه المقابله، يؤكد على